أيها الإخوة، فعلا أيها الإخوة، الشعب العربي شعب واحد، والجيش العربي جيش واحد، ولن يفرق بيننا. الاستعمار أو أعوان الاستعمار، لقد خلقت هذه الأمة أمة عربية واحدة، وستبقى هذه الأمة أمة عربية واحدة. لقد أراد الاستعمار أن يفرق هذه الأمة وأن يقيم الحدود وأن يبدر في النفوس الشكوك. لقد حاول أيها الإخوة الاستعمار معنا هذا في مصر طوال الأعوام الماضية، 17 سنة الاستعمار يحاول أن يفتت ثورتنا ويحاول أن يقيم الفرقة بيننا، ولكن تكاتف الشعب العربي في مصر استطاع أن يقضي على محاولات الاستعمار، واستطاع أن يسير في طريقه، وهو يرفع راية العروبة وراية الوحدة. وعليكم أنتم أيها الإخوة، يا ليبيا الثورة، أيتها الجماهير الثائرة، أن تأخذوا من عبرتنا هذه الدروس. سيحاول الاستعمار وسيحاول أعداءكم أن يبثوا بينكم الفرقة وأن يشنوها عليكم الحرب النفسية. لم يستطيعوا حينما قامت ثورتكم أن يتدخلوا أبدا، ولكنهم لن يتوانوا عن العمل على إخضاعكم مرة أخرى وتكبيلكم كما كبلوكم في الماضي. ولكن هذا الشعب الذي رأيته بالأمس وهو يمثل القوة والعزم والتصميم، وهذا الشعب الذي أراه اليوم وهو يقول شعب عربي واحد، سيستطيع بإذن الله أن يقضي على كل محاولات الاستعمار، سيستطيع بإذن الله أن يقضي على الحرب النفسية. أيها الإخوة، هنا معنا قائد ثورة السودان في هذه الأجواء القليلة.